تم بعون الله افتتاح مطعم الفرع الثاني لنا فرع مطعم ابو ذيب. الحمد لله ان شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس، انتظرونا كثير والحمد لله ان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم. جوده ممتازه، جبنا لهم اشياء جديده على البلد، جبنا لهم بقيت سخون، جبنا لهم نخبز فوري، عندنا صلاتنا مميزه، بهاراتنا مميزه، وان شاء الله نبقى عند حسن ظن الناس. طبعا مميزاتنا احنا بنخبز، عندنا خبزنا جديد، خبز بقيت فرنسي سخن يعني. الحمد لله يعني معروفين وعندنا خبرة وعندنا الحمد لله طاقم مميز، وإن شاء الله يعني إن شاء الله إحنا كنا مميزين عن بعض الناس، عن حضن الناس إنه والله انتظروا بالذيب وإن شاء الله أسعارنا شعبية إن شاء الله زي الجميع. منبارك لأخونا خالد بافتتاح مطعم أبو الذيب اليوم، وإن شاء الله يكون قدرنا نعمل له ديكور مميز يقابل الوجبة المميزة اللي راح يقدمها للناس بإذن الله. والحمد لله افتتحنا له إياه بمدة قياسية 4 أسابيع، إنجاز الحمد لله، وإن شاء الله ينال إعجابكم.